البطن ممكن تكون نوعين، يا اما سمنه داخليه على الاجهزه، يا اما خارجيه ما بين الجلد والعضلات، وساعات بتبقى تركيبه ما بين الاثنين. ودايما بيحصل المشكله ديت للسيدات وللرجال اللي هم ما بيتحركوش كتير، او ممكن تكون شغلتهم قاعده على مكتب طول النهار، او الناس اللي دايما ما بتاكلش طول النهار وتيجي تتعشى وتنام، او بتخلي الاكل بتاعها اخر اليوم، او الناس اللي عندها نهارها ليل وليلها نهار زي ما بيقولوا، طول النهار نايمين وصحيين طول الليل بياكلوا، فالحرق بيبقى قليل فبتدي يطلع لهم سمنه موضعيه. الناس دي بيبقى مهم عندنا جدا ان احنا نعلي عندهم الحرق ونبتدي نمشيهم على عادات غذائيه صحيحه. في بعض التيبس كده هناخدها، لو عملناها ده بيساعد جدا جدا في زياده الحرق وفي تنظيم معدل نزول السمنة الموضعية لو هي داخلية. الأساسيات دي، أولا ضروري جدا 4 لتر مية في اليوم. ومعرفش في ناس كتير قوي لقيتها بتتساءل 4 لتر مية كتير، هي إزازة المية المعدنية دي لتر يا جماعة الصغيرة، ف4 لتر على مدار اليوم ده مش كتير خالص. احنا عايزين نضخ سوائل في الجسم عشان نعمل ديتوكس ونطلع كل ما هو زيادة. يعني الناس اللي بيبقى عندهم جسمهم منفوخ او محتقن او في تورمات، انا بنصح جدا يشربوا مية كتير ويمنعوا ملح سكر مخلل، ده بيساعد جدا في نزول الوزن بشكل صحي. العصاير بقى الفريش اللي بدون اضافة سكر دي بتبقى مهمة جدا طبعا لغير مرضى السكر. هنقول مثلا 4 عصير تفاح بدون إضافة سكر، أو 4 برتقال لو الجسم ما بيخزنش أملح. اللبن الخالي من الدسم لو هناخده 4، وأنا بسمي الدايت ده 4x4، وال4 باي 4 ده مهم جدا جدا إن احنا ناخده في حياتنا اليومية، ويهمني الشريحة اللي من أول 18 ل 25 سنة هيفرق معاهم جدا. نيجي بقى للشربات، برضو سوائل وفيها خضروات، فيها كالسيوم ومغنيسيوم وفيتامينات ومعادن طبيعية، نحط فيها كمان نص ليمونة كده، نشيل الملح زي ما اتفقنا، سكر مخللات من حياتنا، وياريت نبتدي بقى في الأغذية التي تساعد على التركيز، ان احنا عندنا مشكلة جامدة جدا الناس مش مركزة. مش مركزة ليه؟ من الأكل اللي بياكلوه الخاطئ. ضروري جدا وجبة الإفطار تحتوي على الحبوب الكاملة. في تركيبة كده أنا بنصح بيها دايما الأمهات بمناسبة موسم المدارس، إنها تعمل طبق البليلة بلبن، طبعا لو الطفل وزنه طبيعي هيبقى كامل الدسم، هنحط معلقة عسل طبيعي بلاش سكر، وهنحط يا إما مبشور الفول السوداني، وده مهم جدا وبنصح بيه للسيدات اللي بتقولي انا طفلي قصير ما بيطولش عايزاه يطول، معلقه فول سوداني مطحون ومعلقه زبيب على التركيبه دي الصبح قبل ما يروحوا المدرسه. اتفرجوا على معدل التركيز اللي هيبقى عند الطفل على مدار اليوم، بنصحكم بيه جدا جدا. ده اول سؤال. السؤال الثاني، انا وزني 65 وطولي 165، يعني ما عندهاش مشكله خالص في الوزن، لكن هي كل مشكلتها انها عندها كورتين في جنبها في الارداف طالع لها وهي ماشيه بيتحركوا معاها، دي عندها فيها مشكله، ووشها رفيع جدا، تعمل ايه؟ في الحاله دي هي مش محتاجه دايت، هي محافظه على وزنها وظابطه نفسها، لكن علشان نشيل الكورتين دول ونعالج نحافه الوجه، احنا هنشفط الدهون اللي موجودين هنا ونحقنهم في الوجه، هو ده الحل العملي السريع والوحيد لهذه الحاله. لا تقولوا لي بقى وصفات ولا نقوم نعمل رياضه علشان الكورتين دول يروحوا، مش هيروحوا، هم هيتشفطوا ويتحقنوا في البشره، وساعات الدهون دي بتقعد في الوجه بتقعد فتره طويله جدا، يعني انا بقول 6 شهور، لكن في ناس بتمتد معاهم لاكثر من 3-4 سنين.